الفستان الذي ارتدته الملكة إليزابيث خلال حفل تتويجها عام 1953، بالإضافة إلى قطع أخرى من بينها صور الملكة البريطانية ومجوهراتها، معروضة للجمهور في قلعة ويندسور. ويطلق على المعرض لليوبيل البلاتيني تتويج الملكة، حيث يفسح المجال أمام الزوار لإلقاء نظرة على تتويج الملكة إليزابيث في 2 يونيو، لتصبح ملكة على عرش بريطانيا بعد وفاة والدها جورج السادس في 6 فبراير عام 1952. يوبيل الملكة البلاتيني حدث تاريخي، ولكن أن تكون قادرا على جمع مثل هذه المعروضات الرائعة معا بما في ذلك القطع الشخصية التي تخص صاحبة الجلالة يعد امتيازا حقيقيا وفرصة استثنائية حقا للزوار لمشاهدة الأشياء التي نادرا ما يتم عرضها. من بين أبرز المعروضات في المعرض فستان تتويج إليزابيث، وهو فستان من الساتان الأبيض مطرز بشعارات تمثل دول الكومنولث والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى رداء الحرير الأرجواني الذي يبلغ طوله 6.5 أمتار، والرداء المخملي الذي ارتدته إليزابيث في الحفل. أهم شيء في الفستان، بخلاف حقيقة أنه أحد أعظم القطع في تصميم الأزياء البريطانية في القرن العشرين، هو الأيقونة أنه مرصع بالكامل بأجمل التطريزات، وتشمل هذه شعارات المملكة المتحدة وكذلك شعارات البلدان التي أصبحت الملكة على رأسها عندما اعتلت العرش. وتشمل المجوهرات المعروضة دبابيسا تمثل دول الكومنولث مثل بروش نبات القيقب الكندي وبروش النرجس الأصفر، وهو شعار زيمبابوي الذي ارتدته إليزابيث عند عودتها إلى بريطانيا من كينيا بعد وفاة والدها.